الآثار الضريبية لتطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم 13 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تظهر مشكلة اختلاف أسعار صرف العملات الأجنبية فيما بين تاريخ عقد الصفقة وتاريخ السداد، نظرا لأن أسعار الصرف تتغير نتيجة لتغير عوامل العرض والطلب على عملة دولة ما، بما يحقق ربح أو خسارة نتيجة تغير سعر الصرف. دوت ما بيبقاش بس بالنسبة لمعاملات البيع والشراء، ولكن أيضا عند إعادة تقييم العملات الأجنبية في نهاية السنة المالية وفقا للمعيار بسعر الصرف السائد في نهاية السنة المالية وما ينتج عنه من ربح أو خسارة نتيجة تغير أسعار الصرف. المعالجة المحاسبية وفقا للمعيار عن المعاملات بعملة أجنبية، والمقصود بالمعاملات هي عمليات البيع والشراء من خلال العملة الأجنبية اللي هو التصدير والاستيراد. حدد المعيار أن المعالجة تتم كما يلي: نمرة 1، يجب أن تثبت المعاملة التي تتم بعملة أجنبية عند الاعتراف الأولي بها على أساس عملة التعامل اللي هي العملة المحلية بتاعة البلد، وذلك باستخدام سعر الصرف الفوري بين عملة التعامل والعملة الأجنبية في تاريخ المعاملة. يعني مثلا أنا عملت عملية استيراد بالدولار، فلما أجي أثبتها في الدفاتر الخاصة بالشركة بتاعتي يتم إثباتها بالجنيه المصري اللي هي العملة المحلية الخاصة بي باستخدام سعر الصرف اللي موجود ما بين الدولار والجنيه المصري. تاني حاجة، يجب أن يثبت فروق أسعار الصرف الناتجة عن تسوية المعاملات بالعملة الأجنبية باعتبارها أرباح أو خسائر خلال الفترة التي نشأت فيها. ومعنى الكلام دوت، أنا دلوقتي اتفقت على عملية شراء بمثلا 100,000 دولار يوم 1/3، وكان الدولار في الوقت دوت ب8 جنيه، السداد بتاع العملية ديت هيبقى في 1/5، ففي 1/5 سعر الدولار اتغير بالزيادة أو بالانخفاض نشأ عن التغير دوت فروق أسعار الصرف الناتجة عن التسوية لهذه المعاملات بعملة أجنبية. وتعتبر الفروق ديت زي ما المعيار قال إن هي أرباح أو خسائر خلال الفترة التي تحققت فيها. المعالجة الضريبية لفروق أسعار الصرف، هنلاقي هنا هوت إن المعالجة الضريبية اتفقت مع المعالجة المحاسبية في معالجة فروق أسعار الصرف التي تنتج من المعاملات بعملة أجنبية. فإذا كانت الفروق دي سيتم تسويتها خلال نفس السنة، فإن الأرباح والخسائر تعتبر أرباح وخسائر محققة تخضع للضريبة. بينما إذا كانت الفروق الخاصة بأسعار الصرف تنتج من معاملات بعملة أجنبية سيتم تسويتها في فترة مالية تالية. يعني احنا عملنا العملية مثلا السنة دي في 1/9/2020، ولكن التنفيذ السداد او التحصيل هيبقى في سنة 2021، ديت بقت المعاملة في سنة والتنفيذ بتاع المعاملة في سنة تانية. هنا هو تعتبر ارباح او الخسائر محققة في كل فترة مالية على حدة، على اساس الفرق بين أسعار الصرف في كل فترة على حدة. يعني احنا هنيجي في الفترة الأولى الخاصة بـ 2020 هنبتدي نحدد أسعار الصرف ما بين التاريخ اللي احنا عملنا فيه المعاملة ونهاية السنة المالية، هيطلع ربح أو خسارة خاصة بالفترة اللي احنا موجودين فيها. نيجي للسنة التالية اللي هي 21، نبتدي نحدد الفرق في أسعار الصرف ما بين بداية السنة بتاعت 21 اللي هي نهاية سنة 2020 وما بين تاريخ التنفيذ الفعلي المحدد عندنا. فلو افترضنا في الحالة العملية الموضحة صفحة 161 ان احنا فتحنا اعتماد مستندي للشراء بضائع من الخارج في 2008 بمليون جنيه، وكان سعر الدولار في الوقت ده 5 جنيه و50 قرش، واتفقنا ان احنا هنسدد يوم 15/3/2009 يعني في السنة التالية ليها، وكان سعر الدولار عندنا في نهاية السنة بتاعة 2008 5 جنيه و70 قرش، وفي 15/3/2009 5 جنيه و60 قرش. هنا احنا عندنا سنتين متداخلتين سنة وسنة تالية ليها، وبالتالي هنبتدي نقول ان الايرادات او التكاليف اللي بتخص عندنا كل سنة
هتبقى لوحديها، بمعنى ان الربح او الخسارة الخاص بكل سنة هيدرج ضمن الايراد او التكلفة بتاعت السنة دي. طب تعالوا في اول سنة اللي هي سنة 2008، تعالوا نشوف فروق العملة. احنا عندنا مليون دولار، السعر في نهاية السنة 5.70 جنيه ناقص السعر في تاريخ المعاملة 5.50 جنيه، معناها ان انا عندي خسارة 200,000 جنيه. ليه؟ لان ارتفاع سعر الصرف في عملية الشراء معناه ان انا كأني بدفع اموال زيادة، وبالتالي الخسارة دي هتظهر ضمن بنود التكاليف واجبة الخصم في عام 2008. طيب تعالوا نروح لعام 2009. هنا هو لما هنيجي عشان نقيم اسعار الصرف هنقول ان بداية السنة المالية اللي هو اخر تقييم للسنة السابقة اللي هو في 31/12/2008 او 1/1/2009 ب5.70 جنيه. سعر الدولار في تاريخ التنفيذ اللي هو 15/3/2009 ب5.60 جنيه، وبالتالي فان فروق العملة هتديني 100,000 جنيه ويعد ربح. ليه؟ لان السعر انخفض من 5.70 جنيه ل5.60 جنيه، معناه ان المدفوعات بتاعتي كانها قلت، وبالتالي الربح دوت في عام 2009 يضاف الى ايرادات الشركه الخاضعه للضريبه. المعالجه المحاسبيه لترجمه القوائم الماليه، بمعنى ان انا الشركه الام موجوده في مصر وليا فرع في اي دوله خارجيه، يتم إثبات المعاملات بتاعة الفرع ده بالعملة الخارجية. هيجي في نهاية السنة يبعت لي القوائم المالية الخاصة بالكيان الخارجي دوت علشان أدمجها في القوائم المالية الخاصة بالمركز الرئيسي اللي موجود عندي في الدولة بتاعتي. هنا بيتطلب المعيار عند ترجمة القوائم المالية لكيان أجنبي لغرض دمجها في القوائم المالية للمنشأة اتباع الإجراءات التالية. أول حاجة ترجمة الأصول والخصوم النقدية وغير النقدية اللي هي الأصول الثابتة للكيان الأجنبي على أساس سعر الإقفال، بمعنى إن أنا هاخد السعر بتاع نهاية السنة المالية علشان أترجم بيه الأصول والخصوم سواء كانت نقدية أو غير نقدية. 2، بالنسبة لبنود الإيرادات والمصروفات يتم ترجمتها للكيان الأجنبي بسعر الصرف في تواريخ المعاملات، يعني عند تحقق الإيراد أو عند سداد المصروف. 3، الفروق التي تنشأ عن الترجمة لا تعتبر أرباح أو خسائر ضمن الفترة، بل تظهر ضمن حقوق الملكية في بند دخول شاملة أخرى. المعالجة الضريبية لترجمة القوائم المالية، اتفق المعيار الضريبي مع المعيار المحاسبي في معالجة فروق أسعار الصرف الناتجة عن ترجمة القوائم المالية، فاعتبرها فروقا غير حقيقية وبالتالي لا تدخل في تحديد صافي الربح الضريبي سواء كانت دائنة أو مدينة. ليه؟ لأنها لم تنشأ عن عمليات تحققت بالفعل، فهي لا تخرج عن كونها فروقا دفترية.